بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. انا عايز اسالكم سؤال. الانجيل بتاع النهارده بنسميه انجيل ايه؟ بنسميه انجيل ايه؟ انجيل الارساليه اللي فيها السيد المسيح بعت اختار 70 وبعتهم 2-2 قدام وجهه لكل بلد هو كان ناوي يروح فيها. والحقيقة لما نقف قدام إنجيل الإرسالية نلاقي فيه شوية نقط نحتاج نتعلم منها أو نحتاج نتأمل فيها. أول نقطة نقف قدامها الإرسالية الإلزامية. السيد المسيح اختار 70 وقال لهم أنا هنبعتكم لكل بلد أنا ناوي نروح نكرز فيها. وده موضوع مش قابل للنقاش ولا قابل للتفاوض. والنقطة اللي تخوف في الموضوع إن قال لهم الحصاد كثير والفعل قليلون. يعني يا ربي هون عليهم الحكاية شوية وقال لهم يا أولادي ده الموضوع بسيط ودول شوية ناس صغيرين هتطلعهم وتقول لهم تعالوا اقبلوا الإيمان ولا آمنوا بالمسيح هتبقى الحكاية سهلة. لكن يا ربي تيجي تجيبهم وانت بتجيبهم تقول لهم الحصاد كثير والفعل قليلون، طب ما انت عايزهم يقولوا لك ايه؟ يقول لك لا متشكرين اعفينا من المهمة ديت وشوف حد ثاني يعمل الشغلانة دي احنا مالنا ومالها. الحقيقة دي مش حاجة جديدة، دي حاجة قديمة. ربنا زمان في العهد القديم لما جه ظهر لموسى النبي في العليقة. موسى كان خلاص اكتفى ان هو راعي غنم ونسى كل الحاجات القديمة والأحلام الأولى بتاعت زمان انه يبقى ايه؟ ان يخلص اخواته أو إن هو يعني يعمل كده ولا يعمل كده. موسى ينسى لكن ربنا ما ينساش. موسى كان في وقت من الأوقات فكر إن هو يعمل المهمة دي إزاي؟ بإنه ينزل ويقتل المصري
اللي يقف في سكته، ولما يقتل المصري يفحت ويردم. والحكاية حت إيه؟ لا من شاف ولا من دري، لا موت، ده مش سكة ربنا. سكة ربنا بطريقة تانية وبأسلوب تاني. عشان كده ربنا يسيب موسى راعي غنم لمدة 40 سنة، وبعد كده يروح يظهر له في العليقة، وبعد كده ينادي عليه. ولما يظهر لما يشوف موسى العليقة يقول أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، ويحود موسى علشان يشوف المنظر، ويسمع صوت الإله اللي يقول له اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها إيه؟ أرض مقدسة. موسى اتربك وقال له مين أنت؟ ده أنا جاي بنتفرج على شغلانة على شجرة مولعة، مين أنت؟ قال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طيب أهلا وسهلا، عايز مني إيه؟ قال له أنا سمعت أنين شعبي، أنا سمعت مذلة شعبي، سمعت الأنين بتاعهم. طب عايز مني يا ربي؟ قال له نزلت لأخلصهم. وبعدين أول ما موسى حس كده أن ربنا بيقول له تعالى عشان نبعتك عشان تروح تخلص ولادي من فرعون، قال له لا يا ربي، أنا استقلت من زمان من الشغلانة ديت، وأنا ربي ثبت فشلي في هذا العمل، يا ريتك يا رب تشوف لك حد تاني، لكن انا ما ننفعش في الشغلانه ديت. ده انا لو كان عندي شويه حماس ضاعهم، ده انا لو كان عندي شويه شباب ضاعهم، ده انا لو كان عندي شويه حكمه من بتاعه المصريين ضاعت. ده انا عايز اقول لك اكتر من كده، انا ثقيل الفم واللسان، ده انا حتى الكلام ما بنعرفش نتكلمه. فهنقف انا كده لا طلعت ولا نزلت، نروح نقف قدام فرعون ونقول له ربنا بعتني بيقول لك اطلق شعبي ليعبدني؟ لا رب، شوف لك حد تاني. ودارت المحاولات والمحاورات بين ربنا وبين موسى، وكل حاجة موسى يطلبها من ربنا ربنا يديها له، يقول له ما بنعرفش نتكلم، يقول له هندي لك هارون فما لك، يقول له طب اديني علامة عشان لما نروح ويقولوا لربنا اللي بعتك ده اثبت لنا ان ربنا اللي بعتك
نبقى نوري لهم علامة. قالوا اللي انت عايزه هندهولك علامة واثنين وثلاثة. إيدك تحطها جوه هدومك وتطلعها تطلع فيها مليانة بهاء، تدخلها جوه هدومك وتطلعها تطلع سليمة. ترمي العصاية بتاعتك تبقى حية وتبلع حياة المصريين، تمسك العصا بتاعتك ترجع تاني عصا. ترمي المية اللي في ايدك تتحول الى دم. يا سلام يا ربي. كل ده بتعمله مع موسى عشان يخلص شوية المصريين من عبودية فرعون. قال وراح موسى وكان متضرر ورايح يعني بالعافية، ولما نقرأ شوية في الكتاب المقدس نلاقي واحد زي إشعياء لما ربنا يجي في وقت من الأوقات يقول له أنا عايز نبعت حد عشان ينادي لأولادي بالتوبة، يقول له ما تبعت، شوف حد ينفع ينادي بالتوبة. وفعلا ربنا يظهر ذاته في مجده في داخل الهيكل قدام موسى، وموسى يعني قدام المنظر ده يضطرب جدا، ويطير واحد من الكروبيم ومعاه ملقط بجمرة نار. بعد ما شعر موسى وقال أنا إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، طلع يجري واحد من الكروبيم وخد قطعة من الشمع من الفحم الملتهب بالنار، وقال له إن هذه مست شفتيك اتطهرت من الخطية بتاعتك. وأول ما اتلمس أول ما إشعياء مس بالنار اللي موجودة في الهيكل، قال يا رب ها أنا ذا، فارسلني ابعتني زي ما أنت عايز. النهارده فين الخدام؟ فين الناس اللي مستعدية إنها تخدم ربنا؟ ظاهرة عجيبة جدا بقت في الأيام اللي احنا بنعيش فيها، يرفض الكثيرين التكريس من أجل الخدمة، ويرفض الكثيرين التكريس من أجل خدمة ربنا. ليه؟ يقول لك يا عمي شغلانة صعبة، أنا ماليش دعوة. لو كان السبعين رسول دول قالوا كده ما كانتش الكرازة وصلت لينا،
وما كانش الإنجيل وصلنا، وما كانش ملكوت ربنا وصلنا، وما كانش نعمة الخلاص اللي احنا بنتمتع بيها النهاردة وصلتنا. أنا عايز نقولكم على حاجة، إن في الإرسالية الإلزامية اللي بعت فيها السيد المسيح السبعين وقال لهم المهمة مش سهلة والحصاد كثير والفعل قليلون، وصاهم وصية صغيرة وواضح ان التلاميذ عملوا بيها، ولو ما كانش التلاميذ عملوا بيها كانوا سقطوا في فشل فظيع جدا. عارفين قال لهم ايه؟ اطلبوا من رب الحصاد، صلوا من اجل الخدمه، صلوا من اجل خلاص النفوس، صلوا من اجل ان ربنا يحرك نفوس ويحرك قلوب علشان تيجي للخدمة وعلشان تقبل إنها تعمل في حقل الرب. اطلبهم من رب الحصاد حتى لو الناس استعفت من الخدمة أو استعفت عن التكريس، ربنا قادر ان يشتغل بالقليل، ربنا قادر يشتغل زي ما قال في مثل اللي كنا بنتكلم بيه امبارح في العشية، الخميرة اللي اتحطت في الثلاث كيلات اللي خبتها المرأة في ثلاث كيلات دقيق. وقلنا الخميرة دي كانت حتة صغيرة بالنسبة للثلاث كيلات دقيق، لكن اللي حصل ايه؟ ان الخميرة ديت خمرت العجين كله. كلمة ربنا، خدمة ربنا، خدام ربنا، المجموعة البسيطة اللي ربنا بعتهم كانوا كفاية رغم الإرسالية كانت إلزامية، ورغم الخدمة ما كانتش سهلة، لكن ربنا اشتغل بيهم زي ما اشتغل بالخميرة في الثلاث كيلات دقيق. تاني حاجة، الإرسالية الثنائية، أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه. خد بالك من الأول خالص، من أول الخليقة، موضوع الواحد لوحده ده مش عاجب ربنا. خلق آدم وبعد شوية بص كده قال إيه؟ ليس حسنا أن يكون آدم وحده. ولو إن يعني نمرة اتنين يعني ممكن تعمل مشاكل، لكن
زي ما بيقول الكتاب المقدس اثنان خير من واحد. لو واحد سقط الآخر إيه؟ يقيمه. اثنان خير من واحد، رغم أن في مشاكل الاثنين، لكن الفوائد بتاعت الاثنين أكثر. وعشان كده تلاقي اثنينات كثيرة في الكتاب المقدس، تلاقي آدم وحواء، تلاقي قايين وهابيل، تلاقي يعقوب وعيسو، تلاقي موسى وهارون، ثنائيات كتيرة قوي ظهرت في الكتاب المقدس. حتى في وسط الاثناشر تلميذ تلاقي اخوات كتيرة، تلاقي اثنينات منهم كانوا ايه؟ كانوا اخوات. قصدك ايه يا ربي؟ قال قصدي العمل اللي فيه محبة، العمل اللي فيه محبة، اللي فيه اتنين بيشتغلوا ويبقى العمل بمحبة، يبقى فيه ثمر حلو. عشان كده تلاقي معلمنا بولس الرسول النهارده يتكلم كتير قوي عن ان عمره ما فكر في نفسه لوحده، لكن دايما كان بيفكر في الآخر. وبالتالي يقول لك ايه في رسالته النهاردة الأولى إلى أهل كورنثوس، يقول صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للجميع كل نوع لأخلص على كل حال قوما. وهذا كله أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا فقط هو الذي يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا أنتم لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس من عن غير يقين هكذا، ألاكم كأني لا أضرب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما بشرت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. إيه الحكاية بولس؟ بولس بيتخيل كده نفسه مش لوحده، لكن أنا صرت للضعيف كضعيف،
دورت عن نفسي كده على واحد ضعيف وبقى هو نمرة اتنين بتاعي. صرت للي بلا ناموس كأني بلا ناموس، بقيت أنا هو نمرة اتنين بتاعي. بقيت كده أصبحت كده يعني مستعد نبقى أي حاجة لأخلص على كل حال إيه قوم. وبعدين يا بولس يقول يا جماعة أنا وصلت المرحلة أني أقمع جسدي وأستعبده لئلا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. أنا الاثنين بتاعي الجسد بتاعي، وأنا خايف من الجسد بتاعي ده يوصلني لفين، يوديني ورا الشمس. علشان كده أنا ماشي والجسد بتاعي ماشي معايا، وبعدين أقمع جسدي وأستعبده لئلا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. الإرسالية الثنائية. أنا عايز نقول لكم من الحاجات الجميلة اللي عملها ربنا من بداية الخليقة، هو إنه قال ليس جيد أن يكون آدم وحده، وبعدين يا ربي قال نخلق معين نظيره. يعني احنا في كل بيت فيه ايه؟ فيه اتنين. طب يا ترى الاتنين دول بيعملوا ايه مع بعض؟ يا ترى الاتنين دول فعلا بيسندوا بعض؟ فعلا ماشيين حسب الخطة اللي ربنا رسمها لهم؟ فعلا ماشيين بالطريقة اللي ربنا قايلها قايلهم عليها؟ هل فعلا المحبة اللي هي رباط الكمال هي اللي ربط بينهم؟ والله المحبة دي كانت زمان. يا ترى النهاردة لما ربنا بيبعث اتنين خدام في كنيسة بيبقوا بنفس روح السبعين؟ تتصوروا الخمسة وثلاثين قبل اللي ربنا بعتهم رجعوا فرحانين كلهم؟ ما فيش ولا اتنين منهم رجعوا ايه ضربين بوز ولا متخانقين، رجعوا كلهم بالمحبة، رجعوا كلهم ماشيين بالنظام اللي المسيح حطه لهم. بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. هو ده الحاجة اللي اشتغلت في السبعين دول. أول حاجة طلبوا من رب الحصاد، تاني حاجة مشوا الإرسالية بتاعتهم بالمحبة وكملوها للآخر بالمحبة، وما فيش لحظة كان فيها غير المحبة. يبقى أول حاجة الإرسالية الإلزامية، تاني حاجة الإرسالية الثنائية.
ثالث حاجة الإرسالية الكهنوتية. إيه الموضوع اللي هم طالعين يعملوه؟ قال لهم أنا عايز شغلتكم تبقى سلام، تقولوا للناس سلام. إرسالية بتاعة الملكوت، إرسالية ملكوتية. يعني إيه؟ يعني تقولوا للناس سلام. هو النهاردة مشكلة الناس إيه؟ فقدت السلام بسبب الخطية. طب ويرجع السلام إزاي؟ لو رجع ربنا بقى هو اللي مالك على حياتهم، لو رجع ربنا بقى هو اللي مالك على قلوبهم، لو رجع ربنا بقى هو اللي مالك على بيوتهم، لو رجع ربنا بقى هو اللي مالك على كل أمور حياتهم. عشان كده إرسالية ملكوتية الهدف بتاعها إن انتوا توصلوا الملكوت للناس. تقولوا للناس إيه؟ قد اقترب منكم ملكوت السماوات. أنا عايز نقول لكم الملكوت على الأبواب. أنا عايز نقول لكم مفيش سلام هتاخدوه إلا لو كان ربنا هو المالك في حياتك. ما انت طول النهار سايب عينيك وسايب فكرك وسايب لسانك، وبعد كده متضايق وعصبي ومضطرب وتعبان. طب ما تجرب، خلي عينك مرفوعه للسماء وخلي فكرك فكر المسيح، وخلي لسانك يشهد لربنا ويلهك في ناموسه نهارا وليلا، وشوف بعد كده قلبك هيبقى ايه. هيبقى قلبك كله سلام، وهتحس باطمئنان وبراحة وفرح. عشان كده الإرسالية الملكوتية اللي هدفها الملكوت. يا ترى الكنيسة النهاردة لسه الهدف بتاعها الملكوت، ولا بقى لها هدف تاني؟ يا ترى الكنيسة النهاردة لسه بتسعى من أجل انتشار ملكوت ربنا، وبتعمل من أجل الكرازة في كلمة ربنا، ولا الموضوع ده مش موجود؟ أنا عايز أقول لك اشترك في الكرازة بالملكوت. مش لازم تبقى كاهن ولا خادم في مدارس أحد، اكرز بالملكوت جوه بيتك. يا ريت كل اتنين أب وأم في بيتهم يبقى اللي شغلهم ملكوت ربنا على البيت بتاعهم. يا ريت كل أب وأم في بيتهم يبقى اللي شغلهم ملكوت ربنا على أولادهم، وساعتها حيعيشوا في سلام، وحيعيش أولادهم في سلام وفي اطمئنان. طب يا ترى لو كانت إرسالية إلزامية وكانت إرسالية ثنائية وكانت إرسالية ملكوتية، نتيجتها إيه بعد كده؟ نتيجتها
ايه البركات بتاعت الارسالية ديت؟ من وجهة نظر التلاميذ ولا من وجهة نظر ربنا؟ من وجهة نظر التلاميذ طيرين من الفرح. يا جماعة الحكاية، قالوا لي يا ربي حتى الشياطين كانت تخضع لنا باسمك. ده احنا عملنا كمية معجزات محدش يقدر يعملها زينا. قال لهم انا عارف، ما انا شفت الشيطان نازل محروق كده زي الايه؟ زي البرق نازل من السماء. لكن لو رحنا لفينا وبصينا من وجهة نظر ربنا، رأيك يا ربي في بركات الإرسالية؟ رأيك يا ربي في بركات إن احنا نمشي في الخط اللي انت رسمه لحياتنا؟ يقول افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. أنا عايز نقول لكم افرحوا إن اسمكم مكتوب في سفر الحياة. تتصور بقى ربنا في يوم من الأيام قال أنا عايز نقول لكم على حاجة، وقارنوا بين الاثنين. لو الإنسان ربح العالم كله وخسر إن اسمه يبقى مكتوب في سفر الحياة، سوي إيه؟ يا ترى أنا الأعظم وأنا الأفضل وأنا الأجمل وأنا الطويلة المدى؟ ما هيربح العالم كله أول حاجة، ده مش هيحصل. تاني حاجة، لو سألت واحد زي سليمان الحكيم هيقول لك قبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لكن افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. هو ده الهدف. ربنا خلقني ليه؟ بعتني ليه في الأرض؟ حطني في الإرسالية الإلزامية في حياتي في العالم ليه؟ بعتنا زوج وزوجة اتنين ليه في العالم قدام وجهه؟ اعطانا مسؤولية ملكوتية ليه؟ عشان في الآخر يقول لنا افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. ربنا يدينا نعمة كلنا ويدينا روح الطاعة عشان ناخد روح الطاعة اللي طوع بيها السبعين. يدينا ان احنا ننفذ مشيئة ربنا في حياتنا. يدي ان كل اتنين مننا يقولوا لربنا ماذا تريد يا رب ان نفعل. ان كل اتنين مننا يقولوا لي يا ربي اسندنا علشان يبقى لنا نصيب في انتشار ملكوتك. كل اتنين مننا يا ربي يبقى لهم نصيب في ان احنا نساهم في ملكوتك بأي صورة من الصور، سواء لو نصلي من اجل ان تبعت فعل لحصادك، سواء لو احنا عملنا سلام، سواء لو احنا اتكلمنا عن الملكوت بأي صورة من الصور اللي انت تشوفها
أو اللي أنت استخدمنا فيها. يا ربي خلينا فاكرين باستمرار إن أسماءنا مكتوبة في سفر الحياة، وما ننساش البركة ديت، وما ننضعش من قدام عينينا أبدا، لأن دي أعظم عطية أنت عطتها لنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.